انا عندي وصفات للبط كتيره جدا، اخترت لكم واحده حلوه وطعمها جميل جدا. يلا نشوف المقادير بتاعتنا والطريقه نعملها مع بعض. معانا للبط بالبرتقال والمستردة محتاجين بطه كبيره وزن 4 كيلو، بصلتين كبار جوانح، معايا بصل أورمة حوالي نص كيلو بصل أورمة، معلقة كبيرة ثوم مهروس، كوباية عصير برتقان، ربع كوباية مستردة، معلقة كبيرة عصير ليمون، ملح وفلفل أسود، ومعلقة حبهان مطحون، 3 فصوص مستكة، معلقة بابريكا، معلقة زعتر، ومعلقة صغيرة توابل مشكلة، وربع كوباية زيت. وطبعا دي المقادير بتاعت البط. طب احنا عشان نقدم البط ده هناكله مع ايه؟ هناكله مع رز بسمتي ابيض مسلوق، وانا حطيت له وهو بيستوي حطيت له معلقه صغيره مستردة ومعلقه صغيره من كل التوابل اللي انا قلتها قبل كده. خدت كده على طرف المعلقه من كل حاجه، طبعا الاساسي كان الملح. سلقت الرز في ميه وملح لمده 10 دقائق، وبعدين سبته منقوع في الميه دي نص ساعه كامله، صفيته، حطيته في الحلة مع المستردة ومع معلقتين ثلاثة كبار زيت ومع التوابل دي. خدت على طرف المعلقة قلبتهم على بعض وحطيتهم عليه، وعايزة أول حاجة أوريكوا الرز في الحلة. شايفين؟ طبعا المعلقة بتاعت المستردة اللي أنا حطيتها ما غيرت ليش لون الرز، لأن أنا كنت عايزة تدي ريحة ما تدينيش نكهة قوية، عشان الطعم والريحة ناخدها من البطن. عايزين بقى نقلب كده الرز مع بعض. هو طبعا كان رز مسلوق عادي جدا، وانا زي ما قلت لحضراتكم عملته بالطريقه دي وسبته يتشرب على مهله خالص. اهو كده بقاله تقريبا 10 دقائق على النار اهو بالشكل ده. هسيبه بقى يكمل تسويه على نار هاديه جدا جدا، نسيبه علشان نغرفه تحت البط بس كده. هغطي عليه عشان البخار بتاعه يسوي. طيب اول حاجه بقى في البطه هنعمل ايه؟ ناخد كده نلبس، بسم الله الرحمن الرحيم، نلبس الكلافز كده. عايزه اشكركم جدا، التطبيقات بتاعتكم بصراحه هايله، ويعني اللي عملت الكيك وزينته وعملته زي تورته، كل الحاجات، البيتزا اللي جات لي جالي تطبيقين للبيتزا في منتهى الجمال، كل الحاجات بتاعتكم، البسبوسه مدام روحيه، بس البسبوسه دي انا كنت عاملاها كده من كام شهر، مدام روحيه عملتها ما شاء الله عليها تحفه. تمام هنا كده اول حاجه هاخد حاجه معايا علشان اتبل. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كل الحاجات السايله هنا كده معايا المستردة. الاول هنا الصينيه اللي انا هحط فيها على النار البطه، هبدا اعمل كده، حط معلقتين كبار او ثلاثة زيت عشان نعمل فيهم صدمة للبط بالشكل ده. خد هنا الثوم بالشكل ده، عصير الليمون، البابريكا، حبهان المطحون، كاري، الزعتر بيدي ريحة تحفة اهو بالشكل ده كده. هبدأ اقلبهم مع بعض، طبعا نحط الملح والفلفل بالشكل ده، فلفل اسود. طبعا البطه دي مغسوله بالملح كويس جدا وبالدقيق، بدقيق الذره، ومشطوفه ومتصفيه وزي الفل اهو بالشكل ده اهو كده. معايا هنا البصل، نبدا اخد برضو عصير البرتقال. الو الو يا مصطفى. الو الو أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك يا فندم؟ الحمد لله، انت عامل ايه يا مصطفى؟ تمام والله الحمد لله يا فندم. اتفضل يا مصطفى، طلباتك معانا ايه في البرنامج؟ والله يا سوهاج كلها وسعيد سوهاج كلها والله بتشكر فيك يا فندم. ربنا يخليك، متشكره جدا جدا يا مصطفى، كتر خيرك. احنا لينا طلب عند سعادتك يا فندم. يا سلام، ده انت طلبين ثلاثه، اتفضل اؤمر. بس طلبنا مش في البرنامج حضرتك بتاع سعادتك، بس محدش هيساعدنا غيرك. اتفضل حضرتك، اتفضل يا مصطفى. حضرتك انا عندي موهبه الغناء وامنيه حياتي ان انا اغني للرئيس السيسي. طب يلا غني وسمعنا بقى. اغني واسمعك؟ ايوه سمعنا صوتك الحلو ده.
اتفضل. نسيت في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي أول ما يقولوا في مصر ألاقي نفسي لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي، هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها ولا حد غيرنا بتفكيرها، زي لفهم ومنع على خيرها، بلدي الصحيح كتر خيرها. والله يسلم صوتك يا مصطفى، برافو عليك ما شاء الله صوتك جميل. بص يا مصطفى، والله يعني أنا أوعدك أي حد من المسؤولين أو أي حد مهتم بموضوع الغنى يكون إن شاء الله بيتفرج علينا أو الإعداد في أي برنامج هنا من البرامج اللي هي ممكن تقدر توصل صوتنا، أكيد هيوصلوا صوتك للمسؤولين عشان تطلع تغني، وبإذن الله خير يا مصطفى. أشكرك جدا جدا ومرسي على صوتك الحلو والمشاركة الحلوة دي. أنا هنا بعد ما تبلت البط كويس جدا، طبعا ممكن نتبل البطة نسيبها أكتر مثلا من ساعتين ثلاثة أو من بالليل، نسيبها في التتبيلة، بايتة في التتبيلة دي. أنا هنا هعمل إيه؟ هبدأ آخد البصل معايا هنا على التتبيلة دي، هنا معايا البصل، أنا عايزة أصدمه أديله لون كده بالشكل ده. شايفين كان سخن جدا الصينية اللي إحنا بنعمل فيها، كانت سخنة جدا. شيل ده كده، جميل جدا طبعا ان احنا نتفاعل في حب بلدنا، ونبدا كل واحد يبقى عنده موهبه في حب بلده، تبقى حاجه حلوه جدا. وطبعا انا كمان هنا بوجه تحيه للسيد الرئيس السيسي، بقول له يا فندم ربنا يديك الصحه ويعينك على الاعباء بتاعه مصر، ويجعل صلاح البلاد والعباد على ايدك ان شاء الله. هنا كده احنا بنصدم البطة عشان نديها لون ونسد المسام بتاعتها. يفضل طبعا البطة تكون بايتة في التتبيلة دي من قبلها بيوم او على الاقل قبل ساعتين ثلاثة، تكون مغسولة ومتصفية ومتبلة بالتتبيلة دي بالشكل ده. هنا بقى البصل معايا، انا معايا بصل قورمة صحيح، بيبقى تحفة طبعا في الطاجن، او بيبقى تحفة لما بيستوي بيبقى مسكر كده ومكرمل واخد الكرملة الحلوة. هنا الشكل ده، نبدا الوش الثاني برضو نديها كده، انا عايزه اديها لون من الجلد عشان تبدا تستوي بقى على مهلها وما ناخدش ايه اي وقت فيها. طيب نبدا برضو اقول الطبق الثاني معايا عشان ابدا اشتغل فيه، بس نمسح. حاضر، نقول مقادير الطبق الثاني معانا الشكل ده، نشوف البطه بتاعتنا. تمام، انا كده عايزه اشوحها واديها لون من كل اتجاه، لان انا مش عايزه منها لون، مش عايزه افتح عليها الشوايه، انا عايزاها تستوي بس في الفرن تبقى واخده اللون من التشويحه الاولانيه دي بالشكل ده. هاخد بس عشان الزبده هحط معاها معلقه واحده زيت عشان الزبده طبعا ما تتحرقش مننا واحنا بنشوح الخضار. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا كده معلقه كبيره زبده، طبعا ممكن كمان تبقى للدايت ان احنا ما نحطش زبده خالص، نستكفي بمعلقه زيت، ويا ريت يكون زيت زيتون، لان زيت الزيتون طبعا ما فيهوش الهدرجه او الحاجه بتاعت الزيوت الثانيه. هنا كده زيت طبيعي مش مهدرج، لكن اي زيوت ثانيه بيبقى فيها نسبه طبعا بتبقى يعني معالجه حراريا، ان هي بتبقى في الطريقه في الشكل السائل اللي بيجي لنا عليه الزيت. اهو احنا خدنا كده لون حلو جدا من البطه، مش هنحتاج منها اكتر من كده. نبدا، انا عندي بقى هنا كده طاجن حلو، طاجن للفرن، طبق بايركس للفرن. هبدا اعمل ايه؟ اخد كل الحاجات اللي موجودة هنا معايا اهو في الشكل ده كده، كل التتبيلة دي، نمسح بس ايه، مسح ايديا كده، احط
باقي كوبايه البرتقال. انا كنت حاطه نص كوبايه، نحط النص الثاني هنا كده ونبدا نقلب بالشكل ده اهو. كل التتبيله بالتوابل بالبصل القورمه ده هيستوي في الفرن، هيبقى في منتهى الجمال اهو بالشكل ده. اخد دي، بسم الله الرحمن الرحيم كده. طب السمنه بقى والزيت اللي احنا شوحنا فيه ده مش عايزينه خالص، خلاص هو كده خد اللي احنا الحاجه المطلوبه منه. احنا خدناها ان احنا نشوح البطه بتاعتنا فيه بس بالشكل ده. معايا طبعا كزبره خضراء هستعملها لما ارجع من الفرن ان شاء الله، هنحط الكزبره لما تكون البطه استوت. بالشكل ده.